ويلكم يوتيوبر، رجعلكم بفيديو جيمنج جديد. والفيديو هو فيديو النهارده هلعب ببجي، وناوي ان انزل ان شاء الله بوشينكي لو هي على الخط ان شاء الله. الفيديو ده لازم اقتل فيه كتير. لا يا بوشينكي قريبة شوية، هننزل بوشينكي وهادي الناس دي كلها. بس هما المشكلة عاملين علامة عند مكان اسمه ايه؟ جنفاكو. اليوزر نيم بتاعي طبعا يا شباب انا ستار 11 في لعبة البابجي. اللي عايز يلعب معايا بابجي او نصور فيديو مع بعض او يخش يكلمنا على الفيسبوك. احلى مكان بالنسبة لي المفضل بوشينكي على الاطراف. يا لهوي، في ناس قد كده نازلين يا جدعان. يا رب بقى فرع باللعب الاحتراف. هما بقى ياخدوا كل الاستحقاقات ان شاء الله يكون في حاجه. مفيش حاجه، لو ما لقيتش اسلحه هعمل ايه؟ مش عارف. دي مشكله النهارده. واحد بيضرب من اول او اهو. البنت حد دخله، حد بيضرب دلوقتي يا شباب. انا مش قادر اعمل اي حاجه دلوقتي لان مش معايا سلاح تمام. انزل اموت يعني، مش هعمل اي حاجة. كل ده بسببه. كم اربعة؟ كم اثنين ولا ايه؟ حاول او احسن. كم اثنين بيموت احسن. عايز اخد منه الاسلحة دلوقتي. ايه اقفل الباب. لو لقيت سلاح هنا يبقى انا كده خلاص. انا كده مش خلاص، يبقى انا كده خلاص. بس ايه ده؟ فين الطلق؟ قليل جدا يا جماعه، قليل جدا. اقفل الباب. اكيد في حاجه، وحاجه ساعه. حلو، ان شاء الله هبدا اتحرك دلوقتي يا شباب، بحيث ان انا العب في البيت اللي هناك واقدر اجيب اي حد، بحيث ان هو لعب احتراف. البيبان مفتوحه تحت. انا عايز اعدي الشارع يا جماعه دلوقتي، بس خايف يكون في حد. هو في واحد في السطح يا جدعان، شفته؟ عايز اجيبه لكم في الكاميرا. طبعا يا جماعه انا مش عارف اقتله. عارف عليك القنبلة دي، بحيث ان دي بتخلي خلي اللون كله ابيض عنده، يعني تخش كلها تبقى بيضة. ضربته متهيألي طلقتين بس ما ماتش برضه، ومستحيل اطلع له عشان لو عديت الشارع اهو. شفت يا جدعان؟ شفت؟ عايز اجيبه من هنا. شفت يا جماعة؟ شفت يا جماعة؟ اتحرك او خليه هنا عقبال ما هو هيبان. هو في حد ضرب عليه؟ اكيد في حد شافه زيي. فكر اتنقل من البيوت. هبدا في جوه يا جدعان، حاجات جامده اهو. ايوه انا عايز الحاجات دي. ايوه عاش، مش قوي. يا رب ما الاقيش حد. بس بسم الله طلعنا. اطلع له جاي لك. هو طبعا كده الشباب نط على البيت التاني، مفيش حد. وكده نط على البيت اللي تحت، بس انا اخر مره شايفه نط هنا. هنخش له ومش هنخاف، لعب احترافي. كده في الاوضه دي فين بقى يا جدعان؟ انا مش شايف حاجه. قلت لا يجي، اكيد خاف مني. خاف مني عشان انا محترف في البابجي. انا بلعب لعبه احترافي دلوقتي يا جماعه. بلعب لعبه احترافي. انا
دلوقتي مش عارف اعمل ايه، مستحيل انزل. لا اهو في واحد هناك اهو يا جدعان، قتلته يا جدعان، قتلت اول واحد في بوشينك اهو، غفلته. في واحد تاني ياخد الحاب منه. مجيش مجيش. بس اوبا، في حوارات يا شباب، في حوارات، في حوارات هنا دلوقتي. فانا دلوقتي عامل كده، سلا استخبى شويه وممكن اجيبه من البيت. شفتهم شفتهم دول ثلاثة. وطي تاني وطي تاني. لو كنت معاكم بلا يا شباب والله كنت جبتهم. يا شباب واعي كنت طالعين لي. اوه الشباب، اوه الشباب. والسلاح خلص يا شباب. اعمل ايه؟ اعمل الحركة دي اللي انتوا شايفينها دلوقتي. احس ان انا اخوفهم، اخوفهم واطلع اجري يعني، فاهمين انتوا الحركة دي؟ لان انا مش معاه اسلحة. قتلت منهم اتنين يا شباب، وقتلت منهم واحد والتاني كنت هضربه، بس هما تلاتة صعب جدا وانا مش معاه اسلحة زي ما انتوا شايفين، اسلحة ضايعة. المشكلة ان انا برضه قاعد في بوشينكي. اخد السلاح ده وخلاص، اخد طلق السلاح الصغير واحاول اقضي بيه حالي. وكلهم هناك فاكرين ان انا ورا البتاع، عمال يضرب عليا يا شباب. في واحد طالع، قتلته يا شباب، قتلته. موت بقى موت. طبعا لازم اخد حاجته بسرعه بسرعه باقصى سرعه. لان هما دلوقتي كده هيشوفوا مكاني، هيشوفوا مكاني يا جدعان. لعبه حماسي جدا والله. علي بنفسك، علي بنفسك. شو التيم يا جدعان متجمع عليا يا جدعان، مش عارف اعمل ايه. وعايز ابدل السلاح ده يا دوبك اخلصه عليهم واجي اخد الاي كي ام على طول كده. المشكله انه معهوش قنابل، وانا شفت الواحد هناك اهو لسه واحد. كلهم يا جدعان، انا عايز، محتاج سكوب. الشيء الوحيد اللي محتاجه سكوب. طب انا عندي حل، انا احاول شافوني شافوني شافوني. مش هينفع مش هينفع مش هينفع يا شباب كده. هما يا ريت يقولي، يا ريت هما دلوقتي كده. فهمت فهمت العلاقة دي، هما كده واحد بيضرب واحد جاي. فهمت فهمت، أكيد بتحصل بتحصل. لو بحس إن واحد يزاولني يضرب والتاني يجيب، أنا راح أستنى التاني. يا رب بس كده ما يشوفنيش. طبعا الاي كي ام افضل. احاول هيشوفوني يا شباب. لا انا كده مش هينفع يا شباب، لازم ابدل السلاح المعفن ده. السلاح ضايع خالص. انا عندي السلاح الصغير اللي انا ماسكه التاني افضل منه. بس بسرعة بقى، عايز اتحرك بس حركة سريعة كده ومتهيألي هسيب المكان ده. انا مش هسيبه الساعة، عايز اموته من الساعة. هو في واحد جاي لي يا شباب، واحد جاي لي يا شباب. اهو يا شباب، اهو الشباب، اهو قتلته يا شباب، قتلته. اطلع اعالج نفسي بقى بسرعة.
العب، مش معايا معالجات كتير. قاتل يا جدعان تيم كامل، خليتهم يلفوا حوالين بعض بحيث انهم عايزين يجيبوني انا، مش هعرف. ده في المستحيلات، في المستحيلات دي. وبرضه فاكرين اللي انا هبص لهم البلكونه بحيث ان انا اضربهم، مش معايا سكوبا كمان. اه صح، طب ما ممكن انزل دلوقتي اخد الاسلحه اللي مع الواد اللي قتل. بس المشكله الواحد عايز يعالج نفسه بس كده بطريقه سريعه جدا. شربت المشروب ليه دلوقتي؟ المفروض اخد حاجه تانيه. جيم حماسي جدا يا جماعه، جيم حماسي. هو يا شباب ده معاه سكوبات، معاه سكوبات كتير. بدل اي كي ام مؤقت وهنزل اخده تاني، بحيث بس ان انا عايز اجيب الواد اللي صاحبهم اللي هناك ده اللي هو واقف هناك بالاسكوبات. هو ده كده هيستخبى اكيد، وهم ما يعرف يجيلي لان هو بعت لي اتنين وانا ما قتلت الاتنين، فهو مستحيل يجيلي. اجرب بس كده الاسكوب. هو خايف حتى يا جدعان يتنقل من البيت بحيث ان انا مخش الاسكوب قوم قتله. هو خايف اصل عمو ما يعرف يطلع لي يا جدعان، اصل هو بعت لي اتنين وانا موتوه، مستحيل يطلع لي. حلو جدا ان انا في نص الزون، فاي حد هيجي لنا. هو بالتاكيد كده الواد هرب، هرب تلاقيه هيجري مثلا. يعني انا كنتش معايا ولا سلاح هناك، حذفت قنبله قنابل دخان وكده عشان ما يشوفنيش لا تجري. الحمد لله نجحت الخطه دي، ورحت على بيت وهم قعدوا بقى يبعتوا لي ناس. يعني هم ثلاثه قعدوا يتوزعوا وناقص واحد منهم وانا عايز اجيبه. مش حاسس ان انا شفت حد في البيت ولا ده كان لاج اللي انا مثلا. العربيه اللي هناك طبعا يا جماعه مش عارف اللي فيه مدعكه في بوشينكي دلوقتي. نقل البيت بحيث ان انا اقدر اضرب العربيه. نقفل الباب، بس هما بالتأكيد هنا بقى، هما اللي شفتهم. أو أنا معايا سكوب، سكوب عظيم جدا. مش عارف هما فين يا جماعة. العربية تحت، مش في ده شباب، مش في قصف. مش هستريح لحد اما اجيبهم يا جماعه. الجيم اللي فات موت ثلاثه، الجيم لعبت جيم من شويه في الفيديو اللي فات يعني وموت في ثلاثه، على حسب هتشوفوا ازاي. انا عايزهم كده يظهروا، بس كده هم يظهروا يا شباب. دلوقتي هيسمعوا صوت الضرب والزوم بتبدا تتحرك. سمعتهم صوت ضرب بحيث انهم يقولوا عايز اسوح التيم ده، بس المشكله مش معاه قناه. ايه ثواني كده اتاكد بس هنا الاول واد من هنا وبعدين نشوف. لا اتلخبطت. موت وقع في العربيه. واحد فين؟ العربيه كانت في نفس البوشين. انا مش عارف العربيه واحد فين دلوقتي يا شباب. في أربع فاضل 14 يا شباب، وإن شاء الله هحاول أطلع الأول. بس المشكلة أنا عايز عربية، بس أنا أكون جاهز. أنا في الجيم دلوقتي. أنا هموت نفسي، أنا هموت نفسي. طبعا يا جماعه بعديها بعد ما الفيديو اللي انتوا شفتوه ده،
الشاشه بعديها بعد تسجيل الشاشه قال لي مفيش مساحه في التليفون، لان انا نسيت ابعت الفيديو اللي لسه مصوره قبليه، استبعته على الجهاز عشان المساحه عندي في التليفون. فانا بحكي لكم اللي حصل بعديها. بعديها مشيت، الزون قفلت شويه، الدائره قفلت وكده عشان الزون قفلت يعني. وبعديها فانا مشيت فقتلت واحد، فواحد تاني صاحبه جه، انا كده قتل اربعة، واحد تاني جه صاحبه قتلني من فوق، فانا في الاخر طلعت السادس. معلش على ان انا معرفتش اكمل تصوير، انا كنت ممكن على فكرة اطلع الاول في الجيم ده، ولكن هي عشان التصوير وقف فانا قلت خلاص هنزل اموت، ما انا بصورش هلعب عادي خلاص. مش شايفين اهو 4 كيل وطلعت السادس. وبس كده الفيديو خلص، تشتمل لايك واشتراك. كان معكم اي بي، سلام.